سريعا لاحد الصحفيين المميزين جدا وهو احمد عبد الباسط واللي بيغطي دايما اتحاد الكره وكل الاخبار. يا احمد مساء الفل عليك. مساء الفل يا امير، برحب بيك وبرحب بكل المشاهدين. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام، مبسوط ان انا في اول مداخله معاك، ويا رب ان شاء الله تكون متالق دايما. ربنا يخليك يا احمد، ربنا يخليك. طيب في البدايه عايز اتكلم معاك عن قرعه بطوله كاس مصر وكواليسها والامور كانت ماشيه ازاي بالنسبه للقرعه دي. يعني خليني اقول لحضرتك انه الكواليس القرعه اهمها ان كان في توجيه بس هو في موضوع الاهلي وموضوع الزمالك، ان الاهلي معاه باقي ال 15 فريق من 1 ل 16 دول ما كانوا بحيث ان هم يتقابلوا لحد الدور النهائي، ما يقابلش الاهلي الزمالك في اي ادوار متقدمه. في نفس الوقت برضو انه القرعه لما اتعملت من الحاج عامر حسين، خليني اقول لك ان الدوري مضغوط جدا بالنسبه له، ده مأثر عليه في مباراه الكاس. هو عايز يلعب يوم 9 ويوم 10، ولكن يعني خليني اقول لك المباريات هتبقى اشبه بسهله، في مباريات شبه محسومه، في مباريات ما فيش كبير في الكوره طبعا لو احنا اتكلمنا من الناحيه الفنيه اللي لها ناس متخصصين فيها، ولكن ان الاهلي مثلا ماتشاته هنقول انها هيبقى مع الترسانه، معظم الماتشات مع انديه قسم ثاني، فبالتالي شيء دور 30 شبه محسوم، ما بقاش فيه الحماس اللي هو موجود في الادوار اللي بعد كده. الاهم من كده انه اتحاد الكوره بس يبقى ان كاس مصر فيه مفاجات برضو يا احمد. دايما بيبقى فيه مفاجات، ولكن الموضوع في الحته دي برضو يا امير يعني ما خلاص الانديه بقت تركز جدا. يعني عارفين طبعا في انديه طلعت من الادوار اللي فاتت، لكن انه يبقى مفاجات زي ايام زمان ما عادش بيحصل قوي، خصوصا في مصر. انت شايف الكوره الفرق عادة بتبقى متحمسه، ما ينفعش الاهلي يخسر، ما ينفعش الزمالك يخسر، ما ينفعش الاسماعيلي، عشان جماهيرهم والكلام ده، فهو في تحفز وتحمس اكتر. فده بيصعب ان يبقى في مفاجات في الانديه اللي انا بقول لك عليها دي، بس ممكن الاقي في حاجه ثانيه في الاتحاد في ده ما فيش فيه مشكله. الاهم من كده بقول لك برضو انه الشركه الراعيه لاتحاد الكوره، ودي بطوله خاصه مملوكه لاتحاد الكوره، فبالتالي هذه البطوله المملوكه لاتحاد الكوره بينمو ان هم يرفعوا الجائزه بتاعتها بحيث ان هم يعلوا قيمه المنتج دوت. عايزين يعملوا تصميم جديد للكاس من الموسم ده؟ يعني هم عايزين بيكلموا شركه مش مصريه ان هي تعمل تصميم جديد للكاس، مع ان هم يعلوا القيمه بتاعه المكافئات الخاصه بكاس مصر. اعتقد ان الحاجات دي كلها يعني لسه ما اتقالتش، وفي نفس الوقت هم عايزين يعملوا دوت عشان يطوروا منتج كاس مصر. البطوله عندنا بيبصوا لها ان هي ضعيفه، مع الاهم من ده كله يا امير ان هم مخطط موضوع الجماهير عايزين يعملوه بطريقه زياده بقى عن الدوري. يعني انا ارجع الجمهور، ما يبقاش زي الدوري بالظبط ان انا ادخل مثلا 3000 زودوا العدد شويه، عايزين نزود العدد، عايزين يبقى فيه روح من المنافسات. عايزين معظم المباريات زي ما بقول لك هتبقى يعني مش صعبه نسبيا، ولكن ده الامور الخاصه كلها في كاس مصر ودور ال 32، يعني عشان خاطر ان هو مش بس بيشمل انديه الدوري الممتاز، بل بيشمل قسم اول وقسم ثاني، فده برضه بيقلل المباريات نسبيا شويه مش. طيب استاذ احمد، عايز اسالك برضو عن المنتخب واستعداداته لمباراتي فريق سويسلاند. الامور ماشيه ازاي بالنسبه للاستعدادات بالنسبه لمنتخب مصر؟ وانا عارف ان انت اكيد عندك كل الكواليس كالعاده بالنسبه للمنتخب، وقول لي كمان هل ميعاد السفر لسويسلاند بعد المباراه الاولى اللي هتكون يوم 12 اتحدد بشكل نهائي ولا لا؟ طيب هم لسه لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي ما اتحسمش موضوع الطياره الخاصه، في عليه مشاكل كتير جدا، ولكن يعني هم ايه المشاكل؟ طيب انا عايز اعرف ايه المشاكل، يعني ايه المشكله لما يكون منتخب عنده طياره؟ في الفلوس. انا شايف يعني بيتكلموا في الفلوس. انا شايف ان احنا كاتحاد كره مصري انت عندك رعاه من ضمن الرعاه احدى شركات الطيران، تمام. فبالتالي طيب ما شركه الطيران تتحمل الموضوع. الموضوع على فكره التكلفه الفرق بتاعها لما انا اصفر 40 واحد او 45 واحد بس رسميه ذهاب وعوده امير، الكلام ده بيكلفني دولارات كتير جدا. لما انا اخد الطياره، انا كنت بتكلم مع حد قال ان الطياره بتقف من 120 ل 150 الف دولار. طب ما يبقى في دعم من اتحاد الكوره على وزاره الشباب والرياضه، لو بتسفر البعثه بس ال 45 واحد بتوصل 75 الف دولار. الفرق مش كبير في مقابل ان انت هتشتري راحه لعيبتك، خصوصا ان انت هتلعب ماتش يوم 12 مسافر عشان تلعب ماتش يوم 16. في ميعادين للسفر يا امير. الميعاد الاول ان انت بطيران عادي، وده هيبقى عندك ترانزيت. فبالنسبه لو هتسافر طيران عادي هسافر بعد الماتش مباشره، وده طبعا حلني بقى في المشاكل والاجهاد والحاجات اللي هتحصل للعيبه. لو هتسافر بطيران خاص هتسافر يوم 13، هتوصل هتدرب، هتوصل اول تدريبه ليك هتبقى 14 وتدريبه يوم 15 وعلى المباراه مباشره يوم 16. خصوصا انه الامر برده هنا بيتعلق بحاله اللعيبه، لان في لعيبه كلها جايه من سفر. يعني جاي من سفر معظم المنتخب 12 لعيب محترف، ال 12 لعيب محترف جايين من سفر على سفر تاني، فالموضوع هيبقى مرهق. اعتقد ان هو موضوع الطياره الخاصه هيتحسم النهارده بنسبه كبيره او بكره. ده بالنسبه للنواحي الاداريه. النواحي الفنيه
طبعا الاختيارات بتاعت اجيري مش هنعترض عليها او مش هنتكلم عليها، ولكن في بعض علامات الاستفهام، ومش عشان بتكلم في حياه الاهلي او بتكلم في اي مكان، البعض بيتكلم انه ازاي وليد سليمان مش موجود. طبعًا. من الكواليس اللي اعرفها انه استبعاد احمد فتحي واستبعاد وليد سليمان نابع من الراجل اللي عامل السن، ان هو عايز يطلع ناس جديده، ولكن انت طالما هو الموضوع نابع من عامل السن، فانا وجهه نظري المختلفه تماما، يعني انا اخد الراجل استغله طالما هو فايق عندي في الحته دي، وخصوصا ان انا مقبل على بطوله الامم الافريقيه، مش هيكونوا عندهم 90 سنه يعني ساعتها، يعني السنه الجايه على طول بطوله افريقيا، انت محتاج اتنين بخبرات كبيره زي وليد سليمان واحمد فتحي، واكيد عندك عناصر شباب كتيره جدا في المنتخب محتاجين لعيبه خبره معايا يعني. هو بعدين انا لما محمد صلاح وقع مني في كاس العالم امير، انا كنت الدنيا كلها بتلف ما كانش ليه بديل، وحتى الناس اللي كنا بنلعبهم مكان محمد صلاح كنا بنلصم الموضوع، مش بالزبط. موضوع حل جذري، فبالتالي وليد سليمان لعيب بتستغله في الثلاث اماكن اللي تحت راس الحربه، يعني انت دلوقتي لما تستغله في الثلاث اماكن دول بالزبط. تعرف تستفاد، تعرف يبقى عندك حلول كتيره، خصوصا ان لو لقينا معظم اللعيبه في الحته دي انت اصلا واخدهم هم ما بيلعبوش دايما، هم قاعدين احتياطي، فبالتالي وليد سليمان احق ان هو يبقى موجود في منتخب مصر، ولكن عندنا برضه يوسف اوباما من الزمالك، كان المفروض برضه يوسف اوباما لعيب مميز طبعا، لعيب مميز طبعا. طب احنا محمود علاء، ومحمود علاء لعيب كويس جدا برضه، انت عندك دلوقتي محمود علاء الراجل هداف الدوري، انت باصص للموضوع واخد السيرد باك اللي بيلعب معايا، هل انت ليك وجهه نظر مختلفه؟ عندك اسلام جابر خدته من الداخليه وبعدين استبعدته، طب خدته في ايه واستبعدته في ايه؟ يعني طيب عامه يا احمد اكيد نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني للمنتخب في المرحله الجايه. بس امير اقولها لك انه بالنسبه لحراسه المرمى هو كابتن ناجي ضم اربع حراس مرمى، معلوماتي يعني ان هو هيلعب اول مباراه بالثلاث حراس اللي موجودين معاه، محمد الشناوي وهيبقى حارس اساسي طبعا، ومعاه محمد عواد وجنش، واول مباراه مش هيسافر بقى الحارس الرابع، هيستبعد جنش ابو جبل بعد المباراه الاولى مباشره، يعني مش هيسافر معاهم. طيب تمام احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا، طبعا كان معنا الناقد الرياضي والصحفي المعروف احمد عبد الباسط.